الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. الأكل شهوة كبيرة جدا، وإن لم تكن شهوة كنا ممكن نموت. مش ممكن ربنا حيسيبنا سبحانه وتعالى من غير ما يخلينا ناكل. طب يخلينا ناكل إزاي؟ يخلق جوانا حب الأكل، حب الأكل كويس، بس ما نظموش. ربنا ما نظموش، لا نظمه، ما سابهم لاش لنا. ربنا سبحانه وتعالى ما سابش نظام الأكل لنا، كل واحد يعمل اللي هو عايزه. لا، احنا عندنا عايشين بإيه؟ بالحلال والمباح والمندوب والمكروه والحرام. احنا عايشين بخمس حاجات. الحلال ما أحله الله أحل لكم، خلاص بقت حلال. والمباح لم يذكر. واحد يقول لي القلقاس حلال ولا حرام؟ لم يذكر فيه شيء، خلاص يبقى مباح. ومندوب الرسول عمله عليه الصلاة والسلام، يعني يستحب عمله. ومكروه ما يدخلكش جهنم، لكن مكروه انك تعمله، وتكراره قد يدخلك جهنم، وحرام يدخلك جهنم. طب الاكل نحطه فين في دول؟ هل هو في المباح ولا الحلال ولا مندوب ولا ايه؟ ده عليه حذر شديد جدا جدا. واحد يقول لك ده حلال، هو انا لما اكل حله رز ده حرام؟ هو الرز حلال كويس. ولا مباح، حد حرم او اتكره الرز ولا مندوب؟ كل ده هنقول لكم الايات اللي تكر وانت بتاكل ليه؟ لصالحك. اظن احنا عندنا مرض اسمه السمنة، كثيرا من الاسر بتعاني منه، كثيرا من المرضى يجي لي فوق 140 كيلو، 140 كيلو. وعندنا مرض سكر، عايز نظام اكل دقيق جدا. عندنا مرض كوليسترول، عايز نظام اكل دقيق. فالاكل حلال ومباح، لكن عليه قيود. طب وهل ربنا حط له قيود في القرآن؟ هل الرسول حط له قيود في السنة؟ نعم نعم. اما يكون في نهي، نهي خلاص دخلت في المكروه او الحرام. نهي دخلت في المكروه او الحرام، وكلمة لا هي نهي. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، ده نهي. يبقى الاسراف في الاكل منهي عنه. حطه بقى في المجموعة الخمسة اللي انت عايزها. الاسراف في الاكل، ما بقولش نوعية الاكل. اكل ثلاث معالق رز حلال، كلت حله رز حرام، حرام، لانك انت ما وقفتش عند النهي اللي ربنا عمله. كلوا واشربوا ولا تسرفوا. الاسراف خطير جدا 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 على كل حال.